فليسقط العين عليه. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. أي شخص يحب يتصل بينا، أرقام البرنامج راح تظهر أسفل الشاشة، يقدر يتصل على أي رقم من أرقام البرنامج يبدي لنا رأيه بموضوع الثورة، موضوع ما يحصل في العراق، موضوع ثبات المتظاهرين ضد فساد الكتل السياسية، ضد محاولات الكتل السياسية للالتفاف على مطالب المتظاهرين، ورأي الشعب بإسقاط المتظاهرين في سوح التظاهر بأسماء الفاسدين اسم بعد اسم. أرقام البرنامج تظهر أسفل الشاشة، أيضا حاليا ظهر رقم الواتساب، أي شخص ما يقدر يتصل في البرنامج أو بالأرقام اللي موجودة يكتب لنا رسالة على هذا الرقم اللي موجود أسفل الشاشة حاليا. هذا الرقم غير مخصص للاتصال، أنوه أكو أشخاص يزعلون على برنامج الواتساب يقولون دق وما تجاوبون، غير مخصص للاتصال فقط للرسائل. أي شخص عنده رسالة أتمنى يكتب لنا إياها، أتمنى تكون متبوعة باسمه ومكانه حتى نقدر نقرأها. اليوم المظاهرات استمروا يظهرون المتظاهرين بالعاصمة بغداد والمحافظات العراقية على الرغم من القمع الحكومي والميليشياوي المتصاعد ضدهم. آخر يعني شيء صار أنه استشهد متظاهر بساحة الوثبة، وتوعد المعتصمين بساحة التحرير بالتصعيد الثوري السلمي في حال كلف أسعد العيداني لمنصب رئاسة حكومة. ومحافظات البصرة والمثنى وديقار وبابل والنجف المتظاهرين بها قطعوا عددا من الطرق الرئيسة رفضا لترشيح العيداني لرئاسة الحكومة وتمرير قانون الانتخابات. قلنا اليوم استشهد متظاهر يبلغ من العمر 20 عام وإصابة آخرين بجروح بليغة نتيجة استهداف القوات الحكومية والميليشيات المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز في ساحة الوثبة. أيضا يبدو أن هنالك محاولة يعني استدراج قلوب المتظاهرين يقوم بها حاليا برهم صالح، أنه أعلن استعداد تقديم استقالته على خلفية تصاعد أزمة تسمية رئيس حكومة جديد. ومصادر الصحفية أكدت أنه برهم صالح بكتاب أرسله إلى البرلمان أبدى استعداده للاستقالة بعد رفضه هو تسمية أسعد العيداني رئيسا للحكومة،
والكتاب المرفوع إلى البرلمان أظهر تأكيد صالح استلامه عدة طلبات بشأن تحديد الكتلة البرلمانية الأكبر، إلا أنها كانت متناقضة. وبعد لحظات من إعلان برهم صالح وضع استقالته لدى مجلس النواب، غادر العاصمة بغداد ذاهبا إلى مدينة السليمانية في إقليم كردستان، وأعلن البرلمان رفع جلسته إلى إشعار آخر بشكل مفاجئ بالنسبة إلى النواب. واللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين قالت أن برهم صالح يحاول بقراره تقديم استقالة أنه يظهر بمظهر الداعم للتظاهرات الشعبية، وقالت هو لو فعلا يدعم التظاهرات وهو لو فعلا يريد تقديم خدمة لأبناء الشعب العراقي فعليه أن يستخدم صلاحياته بموجب المادة 64 من الدستور اللي صدعوا روسنا به، ويستطيع حل البرلمان وتشكيل حكومة إنقاذ تتولى إدارة البلد وتجميد الدستور وإجراء انتخابات حرة ونزيهة برعاية الأمم المتحدة. فإذا برهم صالح لو كان صادقا كما يقول بيان المتظاهرين كان استخدم المادة 64 من الدستور، كونه هو السلطة الأعلى مثل ما يقولون في فيما بيناتهم. أبو محمد من أربيل حياك الله أبو محمد. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم أستاذ أفل. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أستاذ أفل، هي لعبة سياسية برهم صالح. نعم. هو عليه ضغوط من إيران. فبين صاير بين حالة وماله، يعني هو ما يجي يخسر الشعب ماله والعراق يعني هو حالة يمين بحماية الدستور وحماية الشعب. ومنا عليه ضغط من ايران، ايران تضغط عليه على اسعد العيلاني فما يعرف شو يسوي. ابو محمد يعني انت تقول حالف يمين، يعني ترى من 2003 الى اليوم برهم صالح وغيره 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 من السياسيين اللي جوب في اول برلمان وثاني وثالث ورابع، وهذا يعني كلهم حلفوا يمين، كلهم أدوا يمين دستوري، كلهم قالوا نرعى الدستور ونحافظ على مصلحة البلد ونحافظ على وحدة البلد، بس ما شاف الشيء الشعب العراقي منهم. أستاذ أفل، هو الضغط عليه من الشارع من المتظاهرين علي. نعم انقطع الاتصال يا أبو محمد من أربيل، أتمنى يرجع ويتصل بينا مرة ثانية حتى نقدر نسمع رأيه إلى الأخير ويفتهم الشعب العراقي ما كان يريده بكلمته الأخيرة. النائب عن كتلة الحكمة أسعد ياسين اللي يتزعمها عمار الحكيم يقول أنه ترشيح محافظ البصرة أسعد العيداني لرئاسة الوزراء إجا بصفقة بين تحالفي سائرون والفتح، بحيث تضمنت الفقرة أنه إقرار قانون الانتخابات اللي وصفوه النواب بأبشع الأوصاف مقابل ترشيح العيداني لرئاسة الوزراء. يعني هم حتى والشعب ثاير، حتى والشعب رافض كل شيء، هم ما زالوا بالصفقات مالتهم. أبو حسين من الموصل حياك الله أبو حسين. الله شاء الخير، الله يسعدك. هلا بيك أخوي. عيني، هو أول شهيد ثورة الشباب العراقي هو الدستور العراقي. نعم. لان ما هذول ما هسه اللي يشتغل بالعراق هو الدستور الايراني بقياده قاسم سليماني ويطبق ميليشيات التابعين لايران. فما من فقره يطبق بالدستور العراقي. فهم في ولايه الفقيه يردون يثبتوا بالعراق، ما يدري الشعب شو يقول ما يقول، وبالين بهالشعب يقتلون بهالشباب العراقي وهم يدعون بالعراقية، وهذا زيف وخداع. وشكرا. شكرا 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 لك أبو حسين. أسعد ياسين يقول أنه العيداني مو بمستوى أن يدير بلد مثل العراق، وأنه العيداني عليه ملاحظات سلبية كثيرة لما كان محافظ، لذلك هو لا يصلح لإدارة البلد، لكن أكو صفقات هي اللي خلت العيداني مرشح لرئاسة الوزراء. هذا ما قاله نائب في البرلمان مثل ما قلنا اسمه أسعد ياسين عن تحالف الحكمة أو عن ائتلاف الحكمة. السؤال هنا ليش الأحزاب السياسية ما زالت مصرة على تحدي إرادة الشعب العراقي؟ ليش ما زالت الكتل السياسية
ومن يتبعها مصرة على أنه تقف بوجه الشعب العراقي، تقف أمام طموحاته، تقف أمام آماله، تقف أمام ما يريده هذا الشعب، موقف سلبي جداً، وهو تحطيم كل آمال هذا الشعب. أبو مصطفى من السويد، حياك الله. السلام عليكم أخ أفضل. هلا بيك. تحية لك أخي وتحية للثوار. حياك الله وبياك، تفضل أخويا. الله يبارك الله. والله شوف أخ رفل، أول شيء رئيس الجمهورية كان المفروض عليه يستخدم صلاحيته ويستخدم المادة 84 من الدستور الفاشل ويعطي الحق إله بحل البرلمان، كان يكسب ود المنتفضين أفضل. إحنا اليوم أكو خوف، خوف استقالة صالح هي وحدة، احتمال تعميق الأزمة، احتمال يتدخل بها الحشد اللي تابع للولي الفقيه ويستولي على السلطة. يعني هاي الأمور المفروض يعني مو كيف. إحنا اليوم أنا ما فرحان يعني الصراحة، غير إنه هاي الأمور صعبة اليوم، يعني الاستقالة مبهمة تخوف يعني ملغومة. المفروض عليه هو اللي كان وطني وكان يحب الشعب والعالم هوست له، هذا غلط. إحنا خايفين مثلا ينزل الحشد يستولي على السلطة، أو احتمال رئيس البرلمان يرشح. رئيس البرلمان هو اليوم بيد الإيرانيين، ما يقدر يتصرف، كل شيء ما يستشار الإيرانيين. زين اليوم أكو خوف، واليوم أكو خوف يعني قوي. الله يستر من الجايات، ما نعرف شو راح يصير. بس مع هذا إحنا نعول اليوم على الثوار. اليوم الثوار هم الأبطال بالساحة. أي رئيس، أي واحد يرشح اليوم يسقطه، كائن ما يكون. نعم. زين. فإن شاء الله البركة بالشباب، والشباب إن شاء الله مسنودين سانديهم من العراقيين كلها، وحتى العرب سانديهم. وإن شاء الله نهاية هاي الحكومة الفاشلة إن شاء الله على يد الثوار الأبطال. نعم. وأنا أشكرك أخ أفل، ما أرضى أطول عليك. شكرا 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 لك أبو مصطفى. طبعا أبو مصطفى قال كلمة، يقول إحنا نعول على الثوار اللي موجودين بساحة التظاهر. طبعا معتصمي ساحة التحرير توعدوا السلطات الحكومية بالتصعيد إذا ما أصروا على أن يكون أسعد العيداني هو رئيس وزراء العراق، واصفين أسعد العيداني وصف أنه قاتل، أنه هذا الشخص قاتل، ما يردون شخص قاتل أن يكون رئيس وزرائهم. هم فيما سبق يبدو أنه الكتل السياسية والسياسيين مدى يسمعوها، راح نكرر لهم إياه. المتظاهرين يقولون إحنا ما نريد ولا واحد لزم منصب من 2003 إلى اليوم. فأنت إذا جيب له محافظ وتقول له هذا ما لزم بالبرلمان أو بوزارة، خي هو يقول لك أنا ما أريد ولا واحد، ما يريد أي واحد لا فاز لا بانتخابات محلية ولا انتخابات برلمانية. وأصلاً أسعد العيداني هو نائب بالبرلمان بس رفض يروح، هو غايب عن البرلمان، استمر هو محافظ وهو نائب، ما حد يفتهم شلون، لا انفصل منا ولا انفصل منا، عجبا ياخذ الراتب لو لا. فانت من جيب لي اسعد العيداني شنو مدى تسمعهم؟ من جبت لي قصي السهيل شنو مدى تسمعهم؟ من رشحت لي 6 أسماء قبلها مدى افتهم الكتل السياسيه شلون بدها تتعامل؟ مدى تحسون بالخوف؟ مدى تخافون من الشعب؟ زين تعلموا من الثورات اللي صارت بالعالم. شعب ثار وما خايف، واقف لك بصدره قدام القنبلة وقدام الطلقة، شايل العلم العراقي ويهوس للعراق، وأغانية كلها للعراق، وأهازيجة كلها للعراق، واقف بصدر عاري، لا شايل سكينة ولا شايل رشاشة ولا شايل مسدس ولا عنده مدفع ولا عنده دبابة ولا عنده أي شيء دافع بيه عن روحه، كل اللي عنده صدور الناس اللي وياه، أو يلقي له ختلة بشارع أو دنجة أو نافورة يتخبى وراها من إطلاقاتك اللي أنت تطلقها عليه، وخايف ومدى تسمعه ومدى تدير لبال، إيش تتوقع يسكت لك؟ أبو علي من واسط ويانا، حياك الله يا أبو علي. السلام عليكم سيد الكريم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تحية لقناة الرافدين، تحية لأبناء شعبنا وثوار تشرين اللي على ايدينهم ان شاء الله سوف يظهر العراق من جديد
من أجل أن يعيش دولة صاحبة سيادة وصاحبة قرار في المنطقة، ويعود كما كان عضو فاعل في 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 هذا الإقليم المجاور لنا. بعد للأسف أن أصبحنا خلال 15 سنة مجرد دولة يكون إكمال عدد في عقد أي قمة أو غيرها، وتابعين للأسف تابعين في سياستنا لبعض دول إقليمية لا تمث لنا بصلة أبدا، لا من قومية ولا من دين أيضا كذلك. نعم. حتى ولا من دين. حقيقة اليوم العراق يعني الآن أصبح ينجر إلى منعطف كبير جدا. بعد الهدوء اللي 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 شفناه يعني من الترقب في ترشيح رئاسة الوزراء، اليوم رسموا عاصفة اللي هم مجموعة كتلة البناء. نعم. هذه المجموعة اليوم اللي جبروا رئيس الجمهورية على الاستقالة، ومن جبروه عن الاستقالة اليوم خلوه في موقف الآن جاي طالبون بال يعني محاكمة رئيس الجمهورية لأن حنث عن اليمين ورفض مرشحهم، وهذا طبعا دليلهم راح يجرون العراق إلى أنه قد يحركون ميليشياتهم. وين تروح؟ تروح تدخل المنطقة الخضراء، حتى يقولون هذول هم المتظاهرين راح يدخلون المنطقة الخضراء وراح ينزلون الحشد الحكومي اللي هي الميليشيات التابعة للبناء من أجل قمع التظاهرات وإخراجها من ساحة التحرير ووقفها، لأن كل من قمع المظاهرات سيد الكريم منذ أن تولى العراق الحكم الفاسد من عام 2003 لحد الآن هم حزب الدعوة، وهم يريدون حزب الدعوة يرجع مرة ثانية. حتى من حزب الدعوة منه هو حزب الدعوة إيران اللي هو تابع ولاية الفقيه حسب اعترافهم، هم اللي قالوا احنا تابعين لولاية الفقيه، فيردون هم يقمعون الثورة بسيناريو هم يرسمونه. رئيس الجمهورية من طرح استقالته، طبعا هي استقالة، ومن يقول انا وضعت استقالتي لو يفوت عليها 7 أيام راح تصير استقالة ويخرج من منصبه، زين قدم استقالته ليش راح للسليمانية؟ هذا دليل على انه هو خايف من شيء راح يصير، لان هادي العامري هدده، وهذا باجتماعهم وهم قالوا هم تسريبه من عندهم اعضاء مجلس النواب. واليوم طلع رئيس الجمهوريه خليها بين قوسين شرد، رجل شرد بنفسه خلى استقالته، قال انا اسعد العيداني جابريني عليه واني ما اقدر ارشحه لاني احترم الشعب واحترم ارادته، فلذلك ما اقدر ارشح اسعد العيداني لانه هو مرفوض. احنا مع تحفظاتنا على السيد برهم صالح، لكن هذا يعتبر موقف شجاع، لكن كان هناك الاشجع ان يواجههم، يبقى ببغداد ويواجههم، لأن هو حياته مو أرخص من حياة الثوار اللي أساساً ضحوا من أجل حياة العراق. نعم. هذه كلنا نتمنى إن شاء الله السيناريو هذا ما يصير، لأن هم وطالبوا هم بمحاكمة رئيس الجمهورية. طيب ليش هم نفسهم ما طالبوا بالوثائق المسربة من الاطلاعات اللي ثبتت أنه نور المالكي، عادل عامري، عادل عبد المهدي، عمار الحكيم وغيرهم كلهم كانوا عملاء للمخابرات الإيرانية وشهادة، يعني هم حتى ما طالبوا يعني جريدة الواشنطن بوست أنه قولوا إن هذا الحكي صحيح أو لا. زين إذا يبدون يحاكمون ويقيمون دستور ويمشون على الدستور، لعد بس ما هذا يبدون الدستور، كل هذه من الأمور ما يبدون الدستور يقام بها. فلذلك إحنا نتمنى إن شاء الله أن كل السيناريوهات اللي يرسمونها تحبط، والثوار هم اليوم يقررون مصير العراق، يقررون مصير مستقبل العراق، لأن صراحة نقولها بصراحة العراق إلى ثورة تشرين هذه أخمدت أو قمعت، فنقول على العراق السلام. نعم. وأنا آسف أخذت من وقتكم سيد الكريم. شكرا 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 لك أخ أبو علي. قاسم من السماوة حياك الله يا قاسم. هلا علي. هلا بيك أخوي. نعم. أسألك. تفضل أخوي تعال هوا. يلا أخوي. أيضا هذا البرلمان الدستور اللي جابته أمريكا، أيضا زوال هذا الدستور، هذا الدستور ما حصل منه غير بس الخراب بالعراق. يعني هو على البرلمان لن كل الذنين عايكين، لأن ذني كان والله حكومة تعبانة، حكومة دمرت الشعب، كل ما في الواقع نريد نهاية هذا الدستور والبرلمان يكون ذني ينحل. والآية الحساب الإيرانية بالكامل ما أريد قاسم سليماني ولا أي مسؤول إيراني يعني يدخل العراق بعد الآن. إي والله كل هذا لا نريده، وأريد
نحكي للشعب ان يكون يسمعنا. اريد لا هذا الدستور عم ينحل، وفي هذا البرلمان خليه ينحل، ولا هذه الاحزاب خط تطلع حتى تاسيس حكومه جديده. حكومه جديده لا بها مسؤول ايراني ولا اي حزب من ايران او تكتل حزب. اي والله. نعم. شكرا. كل ما تصابين متظاهرات. كل ما تصابين متظاهرات. ودع هذه الاحزاب، هذه الاحزاب قتلت الشعب من 3 أشهر قتلت الشعب، الدماء لم تروح سوداء في ظل هذه الاحزاب. هذه المتظاهرات بعد اقوى من كل يوم، من كل يوم بيومه. اقوى نهاية هذه الاحزاب ونهاية هذا الدستور ونهاية هذا البرلمان. كل هذا. نعم. شكرا 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 جزيلا لك اخ قاسم. طبعا حتى يفتهمون السياسيين انه الشعب مراضي، المتظاهرين اليوم قاموا بقطع طريق محمد القاسم عن طريق عجلات تيك توك رفضا لترشيح سعد العيداني. طالبات ثانويه دجله للبنات خرجوا بتظاهره مؤيده للثوره ورددنا هتافات مندده بتدخلات ايران بالشؤون العراقيه. المتظاهرين بالبصرة قاموا بقطع الطريق المؤدي إلى ميناء أيئم قصر خور الزبير يعني رفضا لترشيح أسعد العيداني إلى رئاسة الوزراء وتمرير قانون الانتخابات الجديد وإصرار الأحزاب على تمرير مرشحيها والالتفاف على مطالب المتظاهرين. الرميثة بمحافظة المثنى الظاهر أهالي القضاء واحتجاج على تكليف أسعد العيداني برئاسة حكومة هاتفين ضد العيداني ومرشحي الأحزاب. أيضا بمحافظة المثنى قام المتظاهرين بإغلاق عدد من الدوائر الحكومية فيما استجابوا لدعوات الإضراب العام. طلبت محافظة ذي قار تحديدا مدينة الناصرية طلعوا بتظاهرات وهبوا وسدوا تقاطع البهو وأغلق الشوارع الرئيسة احتجاجا على ترشيح أسعد العيداني. محافظة بابل بساحة الاعتصام قرب مجسر الثورة في الحلة الظاهر الأهالي هناك ضد ترشيح أسعد العيداني. المعلمين بمحافظة بابل أيضا كانوا ضد من ترشيح أسعد العيداني لرئاسة الوزراء. محافظة النجف المتظاهرين قطعوا الطريق المؤدي إلى المطار في المحافظة احتجاجا على ترشيح أسعد العيداني. أما ما يخص قانون الانتخابات نواب طلعوا وحكوا عليه، من ضمنهم باسم خشان يقول انه اعتماد الدوائر المتعدده للفائز باعلى الاصوات بقانون الانتخابات الجديد هو نظام بدائي ينطي اصحاب المال السياسي السطوه الاكبر والسيطره الاكبر وذلك عن طريق شراء نواب وكتل. مضيف انه ما صار بمجلس النواب بجلسه التصويت على قانون الانتخابات هو خطأ بالتشريع بما يتعلق بالمادة باعتماد صيغة بعينها للدوائر المتعددة مبينا، وقال أن القوى والأحزاب السياسية والشخصيات العشائرية تقدر تشتري الأصوات حتى بالدوائر الصغيرة. راح نرجع ونكمل اللي قالوه النواب ونسمع آراءكم بما يحصل ترشيح أسعد العيداني قانون الانتخابات وعدم سماع الكتل السياسية للثائرين وصمود الثائرين بوجههم. بس عندنا فاصل قصير ونرجع لكم. صوتك ها يلا اخويا يلا
ايدان انتو سبرقاع ايدان انتو سبرقاع ها 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 حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. الفيديو اللي شفتوه هذا اللي صار بساحة التحرير اليوم نتيجة ترشيح أسعد عيداني لرئاسة الوزراء. طبعا المتظاهرين اسم بعد اسم دا يسقطوا، اسم بعد اسم ما دا يرضون عليه، وهم مصرين على كلامهم، بس المشكلة مو بيهم، المشكلة بذولاك، ذولاك ما دا يسمعوهم، الكتل السياسية والأحزاب اللي دا احكي عنها هاني والبرلمانيين وغيرهم وغيرهم وغيرهم، هم دا يقولوهم احنا ما نريد ولا واحد منكم، ذولاك خايفين على مناصبهم على الفلوس اللي تجي من وراها فما دا يطوها. زين، اما قانون الانتخابات النائب عن كتلة التغيير هوشار عبد الله يقول انه القانون الجديد هو قانون منقوص، يعني بينقص وبأخطاء قانونية معيبة، وقال من العيب على مجلس النواب انه يمرره، واكو خطأ كبير خطأ كبير وخطأ تشريعي بهذا القانون، هو عدم وجود جداول لترتيب الدوائر الانتخابية لانها دوائر متعددة مثل ما قالوا. ورجع وقال وانه الأسوأ والأخطر من ذلك انه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قبل ما يصوت على القانون بالمجمل صرح انه هاي الجداول يجب ان تعد في المستقبل ويتم اقرارها من قبل هيئة الرئاسة واللجنة القانونية. بس النائب هوشيار عبد الله يقول كان من المفروض وحسب المتعارف عليه بالسلطة التشريعية والقوانين اللي اقرت انه الجداول يجب ان تكون جزء لا يتجزأ من المشروع ومن القانون ويصوت عليها كسلة واحدة، لكن ما حصل لما صوتوا على القانون بس الجداول ماكو، بعدين قال نسويها وتقر من غير مكامو من البرلمان. وقال أيضا أنه وقت سابق أنه أحزاب السلطة خدعت الشعب بهذا القانون الجديد، وقالت أنه هذا القانون لمصلحة المستقلين بينما هذا القانون مو بمصلحة أحد غير الكتل والأحزاب اللي عندها مال وعندها ميليشيات، وراح تثبت هذا الكلام الأيام. هذا ما قال النائب هوشيار عبد الله. عد اتصال من مصر. مصطفى سيد حياك الله. السلام عليكم أستاذ أفل. عليكم السلام والرحمة والإكرام، تفضل أخويا. نحييك ونحيي صوتنا المجيدة ونحيي القوى الوطنية ورجال المقاومة المشروعة وكل من يدافع حياك الله عن وعرضنا ومقدساتنا وأدياننا جميعا. أما سيدي بالنسبة لاستقالة المجرم ما يسمى برهان فاسد القاتل الدموي المجرم، هو عاوز يخلع من الجرائد، عارف إن المركب غرقت فعاوز يملس نفسه ويخلع ويسيب الميليشيات تغرق في مستنقع الجرائم اللي هم ارتكبوه طبعا. فسيدي هو يعني أنا سمعنا بعض المتصلين يقول لك السيد ده مش سيد، أو ده صايع صايع صهيوني ملوش أي قيمة ولا وزن، فلا حد يقول عليه السيد ولا حد يسميه رئيس جمهورية أصلا، ده سرسري زيه وزي اللي قبله واللي قبله، نصبته أمريكا والصهاينة والنظام الإيراني العنصري، معروفة القصة. فأخواننا ما تدوش المجرمين حق، أرجوكم أرجوكم، المجرم القاتل ملوش لا قيمة ولا حد، لا حد يديله حجم ولا حد، ده قاتل مجرم معروفة في القانون وكل الأمم المتحدة عارفة ومنظمة الرينز ووتش والحكام العرب وأمريكا اللي صنعاه، كل العالم عارف الكلام ده. فأخواننا لا بلاش يعني الكلام ده، ده القاتل، فاللي يؤيد قاتل ويقول سيد ورئيس ده انت غلطان في حق نفسك، غلطان في حق نفسك وغلطان في حق الشهداء، عيب منك يعني، ده قاتل مجرم. فطارد طارد على قد ما تقدر طارد هؤلاء القتلة. لما سيدي بالنسبة للمجرم اللي عاوزين يحطوه رئيس وزراء، هي العملية كلها انهارت عمات العملية كلها انهارت، ونحيي شعبنا البطل ونطالب بتصعيد ثوري نضالي وطني سلمي وإغلاق مطار بغداد الدولي وإغلاق جميع المطارات والسيطرة وتشكيل حكومة إنقاذ وطن من داخل الساحات والميادين وتشكيل مجلس ثوري انتقالي، ويجب على ضباط الجيش العراقي الأحرار أن ينحازوا للشعب. عار عليكم عار عليكم لما الوطن يبقى محتل وتعيشوا تحت فوطة الاحتلال والميليشيات تقتل الشعب، أنت جيش مهمتك تدافع عن الأرض والعرض والوطن والأديان جميعا، دي مهمتك. عيب لما تمشي ورا ميليشيات، عيب أنت بتحمل اسم الجيش العراقي العربي العروبي البطل، لا يصح. التاريخ يسجل الآن، التاريخ يسجل الآن من يخون الوطن ومن يدافع عن الوطن ومن يقف بجانب الأحرار والثوار وأهلينا جميعا. سجل يا تاريخ، سجل يا تاريخ بحروف من نور، سجل يا تاريخ بحروف من نور، الشعب العراقي البطل أبو العروبة ينقذ الوطن العربي من الضياع والدمار. وأنا أشكر سيادتك. شكرا شكرا لك أخ مصطفى.
من عاصمة الرشيد بغداد أبو الحسنين. حياك الله يا أبو الحسنين. مرحبا. مرحب. كيف الحال؟ بخير. أنتم شلونكم؟ حقيقة يعني نقولها بأمانة. نعم. إنه قناة الرافدين. نعم. صوت العراق الحر وصوت المظلوم. شهادة نعتز بها. شهادة نعتز بها أبو الحسنين. العصابة الحاكمة الموجودة مطالب الشعب واضحة. نعم. إلغاء الدستور، إلغاء العملية السياسية برمتها، حل الميليشيات، محاكمة قادة الميليشيات، إعطاء الفرد العراقي حقوقه. فما علينا إلا أن هو الصمود يصنع النصر. كل يعني القتل اللي صار بالعراق يعني ما صار بأي دول من الدول. نعم. يعني من 2003 لحد هاللحظة هاي قتل يعني راحوا من العراقيين أكثر من 1.5 مليون عراقي. أكثر من 1.5 مليون عراقي قتل. على من؟ لأنه عملاء الإيران شاف لك بلد أن ثروته وماله يدفع إلى إيران. من اعطاهم الصلاحية هذه؟ ناس مجرمين قتلة سفلة. ثورة الحق تنتصر ما بها نقاش، لأنه هذه بإرادة الله سبحانه وتعالى وبإرادة الخيرين العراقيين والثوار الأحرار. النصر قادم وسيكون حساب عسير على هؤلاء المجرمين القتلة، سراق قوت الجياع، سراق ثروة العراق، سراق هيبة العراق. الآن العراق مو دولة، العراق عصابة، لا توجد حكومة، عصابة حاكمة، ميليشيات سائبة مجرمة. إضافة لك أنه وجود حشد، أرى ما هو جرائم الحشد بالمنطقة الغربية وبالمنطقة الجنوبية الآن، جرائم لا توجد من دلاجة بها الإنسانية. فما علينا إلا أن الصبر. أنتوا قناة يعني، وهذه صوت كل العراقيين، قناة الرافدين صوت الحق. يعني ماكو قناة الآن غطت مثل ما غطت ثورة الأحرار، هي قناة الرافدين. واجبنا. شكرا واجبنا لكم. وإن شاء الله النصر قادم. النصر قادم. النصر قادم. نعم. شكرا لك أبو الحسنين، ولا شكر على واجب قناة الرافدين، واجب العاملين فيها اتجاه شعبها واتجاه بلدها أن تكون وتخرج بهاي الصورة اللي أنت شايفها. نشكرك على كلماتك، شكرا جزيلا لك. أياد علاوي زعيم ائتلاف الوطنية طلع وقال أنه الأحزاب اللي تملك المال والسلاح هي المستفيد الأول والأخير من قانون الانتخابات أو من تعديلات قانون الانتخابات اللي صارت بالبرلمان واللي مررها البرلمان، ورجع وقال أنه القانون اللي مرر أخيرا مليء بالألغام والعقد التي ستجهض حلم الانتخابات المبكرة وراح تكرس يعني تقعدهم هيمنة الأحزاب الحالية على السلطة. وقال أنه هذا القانون مخالف لبنود الدستور، وهو تجاهل لإرادة الشعب العراقي والتفاف على مطالب الشعب العراقي. همزين الشعب العراقي واعي لهذا الشيء. وأستاذ اياد علاوي ما طلعت بشيء جديد إلا اللهم أنه بمخالفات دستورية وراح تكرس هيمنة الأحزاب وغيرها وغيرها. إذن طلعونا بقانون جديد وقالوا إحنا استجابينا وإحنا طلعنا بقانون جديد وسوينا تعديلات لأجل التظاهرات، لأجل المتظاهرين، لأجل الثوار، لأجل المستقلين، لأجل إحقاق الحقوق للآخرين. و ما طولت يومين منكم وبيكم بالبرلمان، سياسيين من عندكم الشعب انتخبهم وجابهم بالانتخابات اللي انتوا تقولون هي نزيهة بس كل العالم يدري بها مزورة، لأن نسبة المشاركة بها كانت أقل من يعني من أن تكون معترفة أصلا. وقالوا أنه هذا القانون ملغوم وببلاوي وقانون يفيد الأحزاب اللي عندها مال وعندها سلاح، وكلها تعرف من الأحزاب اللي عندها مال وسلاح ما يحتاج نذكرها، ماكو غير بدر والدعوة والتيار الصدري والحكمة، بعد أكو غيرهن؟ نفس الإشكول اللي جتي بال2003. كانوا قبل العراقيين يحكون على النظام الملكي ويقولون شنو هذا النظام اللي
بي ملك لكن بي حكومة، رئيس الوزراء نلقي رئيس وزراء بفترة، وثاني فترة نلقي وزير خارجية، ثالث فترة نلقي وزير مالية، ورابع فترة نلقي وزير معارف، وخامس فترة نلقي وزير دفاع. شنو هذا النظام اللي نور السعيد يلزم الحكم رئيس وزراء 14 مرة؟ وشنو هذا النظام اللي نفس الوجوه تحكم من 20 لـ53؟ روحوا دوروا الحكومات اللي صارت كلها بزمن الملكية، من أول حكومة لآخر حكومة. أكو ناس ماتت وراحت، لكن الغالبية جميل المدفعي على جعفر العسكري، على نور السعيد باشا، على رشيد علي جيلاني، على غيره 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 كثير. زين أنتوا ايش دا تسوون من 2003 لي هسه؟ ايش شفنا غير شكلكم؟ حيدر العبادي وزير اتصالات صار رئيس وزراء، صار وزير ما ادري شنو غيرها. ثامر الغضبان وزير نفط بفلان فتره ورجع وزير نفط بزمن عادل عبد المهدي. اياد علاوي هناك نلقي نائب رئيس جمهوريه. نور المالكي رئيس وزراء نلقي نائب رئيس جمهوريه، ومكلب ما يرضى يعطيها، وهسه هو دا يرشح ناس. ابو محمد من تركيا حياك الله. اهلا وسهلا. تفضل اخوي. اهلا وسهلا. والله اخي يعني هي العمليه برمتها يعني، وليس الاشخاص زيد او عمرو قال تسلم هذا المنصب وبعدين في تشكيله اخرى. هي العمليه السياسيه برمتها، هي عمليه يعني شديد نقول عنها قليل في حقها، يعني عمليه قذره لا تمت إلى الأخلاق ولا القيم بصله. اللي يملك ذرة من الشرف لا يمكن أن يجعل يده مع المحتل، لكنهم هؤلاء هم يعني هم أتوا بهم، المحتلين هم أتوا بهم، وهم اللي هيئوا الأسباب لاحتلال بلدانهم. فأي قيمة يعني؟ ولا ذمة ولا شرف ولا قيم. والله لو كانت يعني هناك قيم لما بقيت نساءهم عندهم، زوجاتهم وأقاربهم المفروض ما يقوموا ما يتعاملون وياهم. بعدين يعني هاي العملية اللي هم العرجاء اللي هم دخلوا فيها العملية السياسية، 16 سنة من الدمار والهلاك، يوم أتعس من يوم. ما الذي قدموه العراقيين؟ يعني ما قدموا غير المرض والموت والهلاك والدمار لهذا البلد. الآن يعني بعد هذه العملية والناس اللي وصلت إلى مرحلة لا يمكن أن تتحمل، فالمجموعة الطيبة من الشباب العراقي ابتدوا أنه ماكو خلاص للعملية غير بتغيير كل رموز العملية السياسية، وتراهم أيضا لا زالوا متشبثين بالموضوع ويوجدون بدائل، يعني في تصورهم انه يهيئون رموز جديده حتى لو كانت لم تتسنى مناصب لكنها هم العمليه السياسيه. يعني ما اعرف ما للبلد من خلاص الاستمرار في هذه الانتفاضه الرائعه وثبات المتظاهرين بالرغم من كل التضحيات. والله هؤلاء لا يملكون ذرة من الشرف والقيم، ما بقوا ساعة، لكنهم مع الأسف يعني أوغلوا في ال 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 في يعني ذبح المتظاهرين. انظر أخي يعني ماكو حالة، يعني القتل والدمار، وبيادي أيضا بأيادي دخيلة، هذا التدخل السافر اللي دخلت به الجارة السيئة، الجارة الخبيثة اللي ما لحد الآن ما شفت منها إلا السوء، دائما على طول الخط، يعني حتى من قبل الإسلام ولحد الآن هاي النظرة الشوفينية العنصرية اللي يحملوها والمقيتة. يعني ماذا نقول؟ ما لا نعلم. يعني هم هؤلاء اللي في العمل السياسي لو يكون ذرة من القيم والشرف ما خلوا ايدهم مع هذا المحتل. ننظر الى مساله اخي، الان لا زالت ايران تقول على الخليج الفارسي
وبوقاحة، وهؤلاء في العملية السياسية بدون أيديهم إلهم. كيف يكون ذلك؟ كيف يكون يحمل اسم العروبة ويقبل بأنه هذه التسمية ولو حتى تسمية؟ لكن أنا لا أقول إلا أنه الانتفاضة ماضية، وأنه هاي الأشكال التي جاءت العملية السياسية إن شاء الله مصيرها إلى مزبلة التاريخ، وسيتعافى العراق وسيكون له دور رائد في المنطقة، وسيعمر العراق بقوة الله وبهمة الغيارة من أبنائه. نعم، شكرا، شكرا جزيلا لك أبو محمد. طبعا هي المشكلة أن هم جابوا لنا ديمقراطية معلبة على مزاجهم هم الخاص ومزاج إيران وأمريكا، لكن هم لو يفتهمون ويباعون على ديمقراطيات خلي يتعلمون من الأنظمة البرلمانية، من الديمقراطيات اللي يتفاخرون بها وهم ماخذين جناسيها وماخذين قصور وبيوت بيها. وينهم رؤساء الدول اللي ما شفناهم صار لنا سنين؟ وين جاك شيراك ولا غيره ولا غيره ولا غيره؟ وين بوريس يلتسن؟ ولا وينهم الرؤساء الأمريكان اللي طلعوا وما سمعنا في يوم من الأيام وزير من وزراء إحدى الحكومات لقيناه وزير بغير دولة إلا إذا كان كفء طبعا، يعني هذا بحث آخر. أما إسبانيا وغيرها وغيرها والله ما حد يعرف حكوماتها منو بيها، ما حد مدقق بيها، كلها تعرف الملك. وهاي خلي يتعلمون. هناك نسمع واحد مات سوى له تشييع رئاسي لأنه كان في فترة من الفترات رئيس ذيك الدولة، أما جماعتنا ما يفكرون هيجي، لا يفكرون جيوبهم شلون تغتني اكثر وكم قصر راح يشتري. اتحول الى رسائل الواتساب. عندي اول رساله من فاتن من المانيا تقول مساء الخير قناه الرافدين عزيزه، والله برهم صالح يريد يفلت بجلده لان اللي يحكم العراق هو مقتدى الصدر وايران الفساد، يطلع عاد عبد المهدي يطلع برهم صالح، هذا كله من ايران الفساد من عندها. رسالة أخرى، السلام عليكم، أنا أقول العبد المهدي الكربلائي مبروك المرجعية صار عندها بلطجية، وبعد إش كم يوم نشوف عبد المهدي شايل خنجر ويركض وراء المتظاهرين باعتبار أنه أفضل حل للفقراء والمظلومين هو قتلهم لتخليصهم من هذه المعاناة. منتظر من كربلاء. مرحبا أنا فاطمة من الناصرية، على حكومتنا اللي كل ساعة مرشحة واحد، ساعة سوداني ساعة عيداني ساعة فلان وعلان، بابا افتهموا عاد ملينا 16 سنة ما شفنا خير منكم، لا من ماي لا كهرباء ولا خدمات، والله تعبنا. رسالة أخرى، السلام عليكم، مع عبد الخالق الناصر، أشكر قناتكم الرائعة الكريمة، أول ما شفناك تبتسم بسيط وكان أملنا بالله وبيك، تالي طلع وجهك الموس ما يقصه ضد الناس الفقرة، صرت لا طالب حقوق عاطلين ولا سويت شيء بس للعرف. هاي احنا اجا محافظة وائل وراح، والنوب صبوحي وراح، والنوب عيداني، وإلى متى هذا الحال يا حكومة الشعب العراقي المظلوم؟ تعبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الحبيب، تحية من القلب لهذه القناة الشريفة. سؤال، إيش ينتظرون الشعب على وضع خطة لاختيار رئيس الوزراء الجديد؟ معقولة ماكو أحد يدير السلطة بحكمة؟ والله شغلة طويلة تبين، الله يرحم الشهداء. لأن الوضع استمر على ما هو عليه فسينتفض الشعب كليا ليضع حدا لهذا الاستهتار من قبل أحزابكم وميليشياتكم العفنة، وأنتم تستخفون بنا وبدماء شهدائنا، سيطيح بكم الشعب عاجلا أم آجلا، لقد ضاقت الصدور، فوالله قريبا لن تبقى لكم باقية في العراق. أبو أوس من تركيا. السلام عليكم ورحمة الله، أنا أم علي من ذي قار، إحنا نريد وطن خالي من الأحزاب القذرة، ونريد عام 2020 عام خير على العراقيين الشرفاء إن شاء الله. السلام عليكم، أنا جاسم من بغداد، أخوي أفل الغالي، أختي تدعوكم لا تنسوا المعتقلين إن شاء الله. السلام عليكم، احنا اهالي معتقلي الرزازه نطالب باعلان عن معتقلين الرزازه والكشف عن مصيرهم، ابراهيم شعيب من الرمادي. رساله اخرى من ابو علي، محافظه القادسيه، ان تمسسكم حسنه تسؤهم، وان تصبكم سيئه يفرح بها، وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، ان الله بما يعملون محيط. الى ثوار ثوره تشرين تمسكوا بهذه الايه الكريمه. السلام عليكم أخي، يجب على الأحزاب ترك البلد وأن يغادروا العراق ويحفظوا ماء وجههم وكرامتهم، وإلا سوف تعلق جثثهم بأعمدة الكهرباء. العراق لا يحكمه إلا أهله، ومن جاء من خارج العراق فليعد فورا قبل فوات الأوان. عاش العراق، عاش الثوار الأبطال، وإن كانت الجروح كثيرة وعميقة لكن الأمل موجود. أبو علي من بغداد. برهم صالح،
إن قدمت الاستقالة وإن لم تقدمها لن تنجي بنفسك من العقاب. اللي ينتظرك كونك أحد أقطاب العملية السياسية، مع العلم أنك لا تفهم بالسياسة شيء. الدكتور أبو صدام من الولايات المتحدة. السلام عليكم أخي الكريم، من يريد أن يرشح هذا الفاسد العيداني وغيره من هؤلاء الفاسدين القتل المجرمين بحق شعبهم فهو مثلهم في الفساد والقتل والإجرام. تحياتي لكم. تحية وطنية صادقة إلى قناة الرافدين البطلة صوت الثائرين. مرحبا أستاذ أفل الصقر. تحية مباركة لشبابنا الثوار الذين أثبتوا للعالم أن وطنهم العراق عصي على الخلاص من الاحتلال الفارسي وأذنابه والخونة والعملاء. لقد عرف شعبنا العريق أن تاريخهم عظيم وحضاره عظيمة وحضارته عظيمة وثباتهم لن يقف حتى تتحقق السيادة والاستقلال. أخوك عبد الكريم قاسم الدليمي من نيويورك. الله ينصركم على عملاء وملال إيران وتعود بإذن الله العراق ويعود بإذن الله العراق شامخ عربي. مع تحياتي وسلامي للشيخ حاتم الشمري. أخوكم عبد الله العازمي من الكويت. السلام عليكم، أنا عمار من الأنبار، مناشدة من أهالي معتقلي الرزازة ومركز محافظة ومحافظة. نبارك قناتكم الشريفة البطلة وأدعو للإخوان المتظاهرين على الاستمرار بالسلمية، فالنصر قريب بعون الله. أبو أحمد من الموصل. السلام عليكم، هل التاريخ سولف طيب عنهم، وهل ذولا اللي نام الخايف بسدهم، هل بيوم الوغى ما حد وصل حدهم، وهل يوم العرق دقت طبول أهلهم، وأهلي من شان ماكو طحين الوادم ربعت عدهم. داز قصيدة إلى الأهالي. هلا وأني تبارك من الناصرية أقول على حكومتنا كل شيء ما قدمته إلنا، لا خدمات لا مدارس، نريد مرشح نزيه. السلام عليكم أستاذ، إحنا عراقيين نصبر حتى لو كلف هذا رقابنا، نصبر ونصبر ونبقى، وإذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. يجب أن يكون المرشح من ساحة التظاهرات. كفى دما كفى دما أخوكم ابن العراق. تحية طيبة أم مصطفى من ميسان. من يريدون يطبقون الدستور بس لهم من ما يعجبهم قرار باجتماعات البرلمان يحتجون ويطلعون من الجلسة لأن حق دستوري، ومن يطلع الشعب لا هذا ما يصير ويقتلون. لعد ليش ما يقتلون اللي يطلع من الجلسة البرلمانية لو بس الدستور لهم وبس. السلام عليكم أستاذ أفل وسلامي على العراق، ربي يحفظكم. رسالة أخيرة أقراها. أنا أم ليلى من بغداد، أحييكم على هاي القناة. والله تعبنا من هاي الحكومة التعبانة، ما يخافون الله. أستاذ إحنا متابعين قناتكم من الصبح لليل، يا ريت تقرأ رسالتي وتدللين أم ليلى. مشاهدين الكرام أدركني الوقت، أعتذر من باقي الإخوان اللي بعثوا لي رسائل وما قدرت أقراها. الشكر موصول لكل من اتصل بينا ولكل من حاول يتصل بينا وما قدر يحصل الخط. أشكركم لحسن المتابعة سيداتي سادتي المشاهدين عبر أو خلف شاشات التلفاز. نلتقيكم غدا بنفس البرنامج صوتكم وبنفس الموعد. في أمان الله.